بعض النقاط اللي هي طبعا العهد القديم. بالنسبة لموضوع يسوع المسيح أو الرب يسوع المسيح، بالضبط بالضبط. فكثير بقول لك لا انجيل انجيل، لا غلط. احنا ما صدفت بتاريخ المسيحية كله انه كان في انجيل واحد، ما صدفت. احنا في الانجيل، المسيح هو الانجيل، المسيح هو الانجيل، مش ما في عندكم كتاب اسمه انجيل، المسيح هو الانجيل بذاته، المسيح، نعم المسيح هو المسيح بذاته هو الانجيل. اللي هو انكتب عنه القديسين الأربعة اللي كتبوا عنه، هي حياته والحياة اللي عاشوها معهم طبعا مساقة بالروح القدس. بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو موضوع الثالوث، احنا ما بنقول انه احنا عندنا ثلاثة بإله واحد، يعني عندنا الآب والابن والروح القدس. الآب ليس الله والابن ليس الله والروح القدس ليس الله، ولكن الله هو نفسه الآب، هو الابن، هو الروح القدس. يعني بيختلف، واحد يقول لك انه الآب هو الله، لا الله هو الآب. ففي نقطة هاي بجوز مش عارف، ناس كثير مش عارفينها، فبتختلف كثير انك تقول انه مثلا الابن هو الله، لا الله هو الابن، الابن ليس الله، والروح القدس ليس الله، ولكن الله هو الروح القدس. فهي النقطة اللي ناس كثير مش فاهمين. هي طبعا لما تحكي هذا الحكي بتحول الفكر للإله الواحد اللي هو. فكمثال يعني كثير شبهناها بأمثلة، مثلا أمثلة كثير، إنه الجسد والعقل والقلب أو الروح، إنه الإنسان مثلا الأخ شادي هو يتكون من عقل وروح وجسد، لكن الجسد مش الأخشادي، والروح مش الأخشادي، والفكر مش الأخشادي، ولكن أخشادي هو نفسه العقل، نفسه الجسد، نفسه الروح. فهي أقرب مفهوم للفكر الألوهية الرب يسوع المسيح. فإحنا بنستعمل الرب يسوع المسيح كلفظ خلص أخذناه من عبر التاريخ وكذا، ولكن زي ما حكيت يسوع المسيح مش الله، ولكن الله هو، آسف، يسوع المسيح هو الابن، ولكن مش إله. الإله الله هو يسوع المسيح، ولكن يسوع المسيح ليس إله، اللي هو الله هو يسوع، هو يسوع المسيح. نعم، فهاي الفكرة يعني بجوز كثير بتخربط الإخوان المسلمين، لأنه طول تاريخ 1400 سنة هم بيعطوهم معلومات مغلوطة كلها عن المسيحية، يعني ما أعطوهم الفكر الصحيح عن المسيحية. الفكر الصحيح عن المسيحية إنه إحنا ولد، إحنا ما عندنا ولد، إحنا عندنا ابن. بتختلف إنه ابن الله بيختلف عن ولد الله. احنا ما بندعي لله ولد، احنا بندعي له ابن. فكل كلمة إلها معنى، بتختلف بتغير كل مجرى التاريخ والفكر. فهذا حبيت بس أوضح على الإيمان المسيحي الشغلات اللي هي الرئيسية والمحدودة والكذا. فطبعا الإيمان المسيحي خطر على الإسلام أكثر من اليهودية، لأن اليهودية فيش فيها تبشير، اليهودية ما فيها تبشير، أما المسيحية فيها تبشير. فهي التبشير أثرت على، فصاروا بدهم أنه الإيمان المسيحي قائم على 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 أمرين، اللي هو الصلب والثالوث. هذا هي قائم عليه. فإذا أنت سحبت قضية الصلب انتهت المسيحية، المسيحية بتنتهي فوري، والثالوث. فلهذا السبب الفكر الإسلامي كان عنده كثير أساس أنه يسحب موضوع صلب الرب يسوع المسيح. فهاي بدهم، لانه اذا نهوها الصلب انتهت المسيحيه كلها، لانه قائمه هي على الصلب وعلى الثالوث، على الثالوث. فهدول التنتين محور الصراع اللي عمله. طبعا احنا ما عملنا الصراع المسيحيه، اللي عملوه الاسلام علشان خايفين عندهم خطوره من المسيحيه، لانه دين تبشيري او ايمان تبشيري، مش دين، ايمان تبشيري، يعني ممكن يدخل اكبر كميه. اما اليهوديه محدوده ما فيها تبشير، فاليهوديه مش خطره نهائيا على الاسلام، لانه اليهود بحالهم وعاملين ما بدخلوا حد في دينهم، وما بدهم حد يدخل دينهم بنفس الوقت، وما هم بدهم يدخلوا دين حد. فلهذا السبب انه حاول الاسلام طول التاريخ انه يقضي على فكره الصلب،
لانه اذا قضى، اذا انتهت فكره الصلب انتهت المسيحيه. هذا اللي حبيت اوضحه، اذا في اي استفسار انا مستعد على الفكر. فهذه هي الحقيقه اللي حثت في المسيحيه، ما يعني الاسلام قائم على تدمير الصلب، فكره الصلب. طبعا الصلب بتشمل الفداء وبتشمل القيامه وبتشمل امور كثيره، والثالوث هو اللي احنا هو انا شرحناه. بقدر فاذا سحبوا هاي، اعلق على الحكم. تفضل تفضل أخي الكريم. شكرا، صوتي بوصل متاخر عشان الموضوع. المهم، يعني اول شيء انت حكيت عن المثال تاع الجسم، المثال هذا بصراحه بزبطش انك تشبه بالثالوث، لانه المفروض يكون اله كامل، لانه كلمه اقنوم اصلا يعني معناها اله كامل او شخص. صوتي مسموع ولا شكل لازم اغير مكاني؟ كلمة أقنوم أصلا بس يعني معناها شخص، فأنت لما تقول لي إنه الآب زي الجسد، طيب ما هو هسه الجسد إذا إحنا شلنا منه القلب أو الروح أو العقل خلاص بينتهي الجسد أو بينتهي الإنسان نفسه يعني، فهل إذا إحنا شلنا الابن بموت الآب، أو بشلنا مثلا خلينا نحكي الروح القدس مثلا بموت؟ لا، لأن بدليل كمان هم أصلا انفصلوا أصلا عن بعض، يعني حسب الإنجيل نفسه لما تعمد المسيح نزلت الروح القدس بشكل حمامة، وكان في صوت بالسماء بيقول هذا ابن الحبيب، فكانوا اصلا منفصلين يعني. ف ما بعرف، المثال اللي انت ضربته بالجسم هذا مش صح انا شايفه، لانه كل واحد فيهم اله كامل بذاته يعني المفروض صحيح يعني، بس هم صحيح بنفس الوقت صحيح. واحد. هي الحقيقة، كلامك سليم، هي الحقيقة. الحقيقة بصراحة، بدون أي إنه نرقع المسيحية، أحكي لك الحقيقة تاعت المسيحية. الحقيقة إحنا الحقيقة عندنا أربع، عندنا ثلاثة إله وعندنا إله أربع. الصحيح هاي الحقيقة، هاي بدأوا يحولوا للآب بدأت المسيحية تحول الفكر للإله الواحد. هذا هاي شغلة جديدة على فكرة على المسيحية، دخلت من أول ما دخل الإسلام، لأنه الخوف، كانوا من الخوف إنه يقتل اللي بيدعي إنه فيش إله واحد، فهم من تحولوا للإله الواحد. والدليل على ذلك إنه إذا بتقرأ بالإنجيل فيش إلا هاي: عمدوا أولادكم باسم الآب والابن والروح القدس، وبوقف. ما فيها الإله الواحد، الإله الواحد هاي موجودة بالكنائس، اتعدلت، هاي اتعدلت. فإحنا الصحيح، الصحيح عندنا مش ثلاث إلهات، أربعة، اللي هو الله الآب الابن الروح القدس. هي هاي الحقيقة، وكل كيف واحد هاي الحقيقة عندك بدون يسوع ترقيع. قال، يسوع نفسه درجة قال ان اعظم الوصايا هي: اسمع يا اسرائيل ان اب الهنا اب واحد. يعني يسوع نفسه حكاها يعني بالعهد الجديد، يعني اذا ده بالعهد نعم، القديم بالنص تاع اسمع يا كيف يا نعظم؟ هذا النص، نعم حكى: اسمع يا إله واحد. هي الفكرة، إنه بصراحة خلت الأمور تتحير. وبنفس الوقت بتلاقي إنه الآب درجة، بيجي بعديها الابن، بعدين بيجي الروح القدس. إذا بتلاقي إنه إذا بتقرأ بالإنجيل مظبوط والإنسان بتوعى فيها، بلاقي إنه درجات، إنه أعلى درجة الأقرب إشي لله هو الآب، بعدين بتيجي الدرجة الثانية الابن، بعدين بتيجي الإله القدس. هي الحقيقة، احنا ما بدنا نقعد نرقع بالمسيحية علشان كذا. يا أخي اللي بحب يعتقد هذا الإيمان يعتقد، ولكن لما صار في قتل، صار في أوامر بقتل اللي بيدعي الثلاث إلهات، فبصير فحول الإله الواحد. بني إسرائيل، بالنسبة لبني إسرائيل، المسيح طبعا حكى هاي الكلمة، بس أنا بصراحة هاي الجملة ما درستها ولا حبيت إني أفهم. إذا بدك بعد فترة بس أسأل، أروح على القداس أسأل أبونا بالفكر هاي. أما أنا المتأكد منهم إنهم من هم الآب أعلى درجة، بعدين الابن، بعدين الروح القدس. هاي حقيقة ثابتة بالإنجيل، وهاي الحقيقة الصحيحة. يعني أي مسيحي بيطلع بده يرقع راح يوقع بالإشكال اللي حكيت لك إياه، اللي هو إشكال الجسد والروح والدماغ والفكر. فهي طبعا مش منطقية، هي بصراحة بيني وبينك هي أقرب إشي إلها، أقرب فكر لهدول، أقرب فكر هي السيارة. السيارة فيها أول ثاني ثالث رابع ريفيرس، اللي هو الله الأول، الآب الثاني، الروح الابن الثالث، الروح القدس الرابع، الريفيرس هو الشيطان. فإنا بنحكي إيش السيارة بريحها، ماشي 30 بتحط أول بريحها، مشيت 60 بتحط الابن، بعدين بتحط الروح القدس، بدك تروح عند الشيطان بتحط ريفيرس. فهاي أقرب فكر
اقرب فكر للتوضيح الحقيقي، هذا اقرب فكر للتوضيح الحقيقي تاعها. فانه انه شغله انه اله واحد، لا الحقيقه لا يوجد بالمسيحيه اله واحد، الحقيقه هي الحقيقه المطلقه. انا بحكي لك الكل ده باطنيا فاهم، ولكن ما بيقدر يعلنها، لانه تعرف خلص من 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 1500 سنه هم من يدعوا هذا الادعاء انه اله واحد وثلاثه، وصاروا يحاولوا يرقعوها من كل الجهات عشان يثبتوا الاله الواحد. ولكن هي الحقيقه اذا بتدخل على المسيحيه راح تدخل باربع الهه او ثلاث الهات، وكل اله فيهم درجه، وكلهم بيتجمعوا باله واحد مطيعين له. كلهم هدول الآلهة عبارة عن درجات الإله. بدك تصورها بطريقة غير عن، يعني بتختلف عن الإسلام، بتختلف عن اليهودية. فاللي بقول الإله إلهنا، يعني الإله تاعنا بيختلف عن اليهودية، وبيختلف عن الإسلام، وبيختلف عن إله العالم كله. يعني ما فهاي هي فكرة الإله المسيحي، هو الإيمان المسيحي. أنا هذا التفسير اللي حبيت أحكي بأقرب صورة. فما بعرف، الإنسان هو حر، بيقدر يفكر فيها، يجيب الإنجيل لأناجيل يدرسها ويقراها ويستنبط، فإله الحرية. فإنه إنسان أقنعه، لا يا أخي ضل على إيمانه، بس ما يفكر إنه يكفرنا أو يكفرنا عشان يقتلنا أو إنه يؤذينا أو كذا. خلاص إحنا هذا هو تفكيرنا، وهذا اللي راح إحنا نعيش عليه، وراح نموت على هذا الفكر. بس هذا هي اللي حبيت أحكي، مش أكثر. أهلي. تمام، شكرا لك أستاذ يوسف. شكرا أخي إنك سمحت لي أطلع وأتكلم، وألف شكر لك. شكرا لك. أول شيء مساء الخير أخ شادي، كيف حالك؟ مساء النور. أخ شادي، طبعا الكلام اللي تحدث به أخ يوسف هرطقة ولا يجد، مع جل الاحترام لأخ يوسف، إلهنا إله واحد. وحتى السيد المسيح عندما أراد أن يثبت أنه هو المسيح المنتظر، قالوا لو كنتم تثقون بكلام موسى لوثقتم بي. أي الأصل ماذا؟ الأصل اللي هو أنه نتبع كلام الأنبياء، ومن وصايا موسى العشر هو عبادة الله وحده لا شريك له. ومن ثم أنت تقول أنه لا، إحنا إله اليهودية يختلف عن، لا، إحنا كل الإيمان المسيحي المستقيم هو عبادة إله واحد لا شريك له. وعندما هو موجود عندنا آية الابن هو الكلمة، وروح القدس أيضا موجود، والآب موجود، فالآية جدا واضحة في العهد القديم موجودة. تقول في البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت عند الله، والله كان هذا الكلمة. تجي وتشبه لي هذه الأمثلة بالسيارة، ما أعرف شنو هو، كيف أن يكون الصانع، يعني الصانع من الممكن، الصانع صنعت الحاسبة مثلا، هل من الممكن أنه أشبه الحاسبة؟ لو المفروض أنه أنا شكلي يكون أعظم وأكون خارج الحاسبة، ماكو فتشي يكون بالحاسبة يشبهني أنا كخالق كصانع كعظيم. هل كلامي بخطأ أخشادي؟ والله ما بعرف أنا بصراحة، أنا أصلا استغربت يعني، قلت له النص اللي بقول اسمع يا إسرائيل إن إلهنا رب واحد يعني، بس مو بس ما أخشادي، بعرف هاي أنا هرطقة خلاص عيني عيني. أخ بس شادي في طبعا يعني هذه كلام خطبة زي كنيسة، لا يوجد هذا الشيء بالإيمان المسيحي. في كنيسة ماركون، أنا مش متذكر أي قان كانت تقول بوجود إلهين، أنا ما بعرفه، بس ما بعرف، أنا ما بعرفش بصراحة، جديد علي. أخ شادي، يعني أوضح لك المسألة باختصار شديد. أكو في كانوا ناس من الناصرة كانوا يعبدون السيدة الطاهرة مريم العذراء، هم الإله، كانوا يعبدوها، وذولا طردوا، واحنا سوينا فت مجلس اليوم كي نشوف ذولا المرتقين، وطردوا وحرموا من الكثير من مثل البروتستانت. البروتستانت هم محرومين، الكنائس المستقيمة هي الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية. إيماننا واضح، احنا نعبد إله واحد لا شريك له، والسيدة مريم العذراء نقدسها لأنها هي السيدة أم الإله التي اختارها الله سبحانه وتعالى، ولا نعبده إنما هي أم طاهرة قديسة، كاثوليكي ولا نعبد الا اله واحد. اما البقيه كل من يخرج عن هذا الايمان، شنو حضرتك؟ انت كاثوليك صح؟ كاثوليكي. نعم. اي هذا ايماننا جدا واضح، نعبد اله واحد لا شريك له، هو نفسه اله بنو اسرائيل، الهنا،
وهذا الإيمان المسيحي أخ شادي اللي قال الأخ هو مو أخ مسيحي وماكو لا الكنيسة البروتستانتية ولا الكاثوليكية ولا الأرثوذكسية قالوا بالكلام هذا. هذا الأخ انت ليش مهذب. بتحصل بس بالثلاث طوافين؟ ما كان في كثير كنائس بالقرون الاولى وما هو في الكناس اللي القصص. هو حضرتك أخ شادي وبعضه كمان أكو الاناجيل، تفضل. كمان كانت في كثير اناجيل منحوله ما هو في القصه يعني، حلو فكان أخ في شادي كثير أنت افكار. نعم أخ شادي حضرتك أنت موجود كمسلم موجود عندك 5 أركان في الإسلام. إذا طلع مثلا في شخص اللي هم مثلا موجودين في الناس اللي هم مثلا يرقصون في المساجد مثل الصوفية والآن يعني ما متعمق كثيرا، أو مثلا أنتم عندكم قوانين واضحة إذا أحد خالفهم واللي هو قال إنه أنا مثلا مسلم، مثلا واحد كان يقول أنا أعبد إلهي بس أنا مسلم، هل هذا الكلام صحيح أو خاطئ؟ هو خرج من الملة. لا بخوضش عادي، ممكن عنده تأويل للنص يعني، يمكن عنده نفس تأويل الشيء معين يناقش وما المسيح. إلى ذلك. أي نعم المسيحي هو الذي يتبع تعاليم المسيح ويتبع كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المسيح. المسيحي اللي هو يقرأ هو كلام كلام الله الله حسب ويتبع. تأويله. أي شخص يخرج ويهرطق ويتكلم بغير كلام الله هذا مخرجق، لا يعتبر مسيح. المسيح هو من اسمه مسيحي، أي تابع للمسيح، تابع لقوانين المسيح. أنا ما أقدر أتبع غير تعاليم ويسموني مسيحي. أنا من اليوم مثلا خلينا أي نفرض مسيح؟ كحضرتك كمسلم، أنت ما تقدر تروح تعبد بوذا وتقول إنه أنا مسلم. إذا أنت نسبت نفسك استنى، للإسلام أي مو مسيح؟ معناته إنه هذا مسلم. أنت عندك، ما أنت مش هم أربع أناجيل رسمية، بس في أناجيل ثانية كمان زي إنجيل توما وإنجيل يهوذا، وكل واحد بيعطي صورة ثانية عن المسيح. يمكن هو متبني وجهة نظرة ثانية، لساته بيتبع للمسيح بس نظرة ثانية. أخي أنت مثل ما تعرف إحنا موجود تقريبا عندنا الكثير اللي هي من المخطوطات اللي هي تتبع لنا واللي تأكد لنا اللي عن طريق وصلنا الكتاب المقدس واللي هي مترجمة باليونانية والآرامية وحتى موجودة عندنا بالعبرية ترجع وتأكد لنا إنه هاي الأناجيل الأربع. أما بالنسبة لكذبة إنجيل برنابا وغيرها من بقية ذني ما إلى المخطوطات ترجع إلى زمنها أو ماكو فد فد تفضل. برنابا معروف انه اللي كتبه مسلم، ما بحكي عن برنابا، بحكي عن اي انجيل نعم بس انا بدي احكي لك عن روما بقية مثلا، هذا من الاناجيل. القرن الثاني. وبيحكوا في ناس، حتى علماء نقد نص بيحكوا لك انه يمكن له كمان اصل بالقرن الاول يعني. كمان انجيل توما هذا كان يحكي انه المسيح بحب المجدلية مثلا، من الروايات طبعا الموجودة فيه مثلا. زين حضرتك هذا الكلام اللي انت تتكلم به اخ شادي هل هذه موجودة لها مخطوطات ترجع الى زمن؟ هسه احنا موجودة عندنا كل هاي المخطوطات ترجع الى زمن التلاميذ، وموجودة اللي هي ترجع عندنا أقدم المخطوطات اللي ترجع كلها موافقة للأشياء الموجودة بين أيدينا من مش صح هذا المخطوطات الحكي، اليونانية وال... محتوى مو صح. تفضل. اقدم نصوص عندك بترجع للرسول بولس، اقدم اشي عندنا هي رسائل بولس، وتقريبا في بينها وبين المسيح كانوا 40 سنة وشي زي هيك. بعدين الاناجيل الثانية أي الرئيسية كانوا نعم اعتقد ماقف اول واحد، اول واحد اقدم لا واحد كان، انا متذكر، ويمكن غلط لا انا في واحد في أستاذ اثنين. العزيز أخ شادي إحنا الأناجيل اللي موجودة كلها اللي هي ترجع إلى المخطوطات موجودة عندنا ترجع إلى زمن أصحابها. الأناجيل انكتبت بعد موت السيد المسيح وصل به أيدهم بروح القدس وكتبوه كوحي من عند الله، أيدتهم روح القدس وكتبوه التلاميذ. بس أنا شيء أقول لك إحنا إنه إحنا عندنا ما في مخطوطات دليل. تسند كلامنا هذا إذا جاي تفهم علي. علماء نقد النص برضه بيحكوا لك، اغلبهم بيقولوا لك انه مش معاه في نص من اللي كتب هاي الكتب، هي منسوبه كنسبه للتلاميذ، بس واقع احنا ما بنعرف من اللي كتبها. ثاني شغله، موضوع المخطوطات، في عندك نصوص كتاب مش موجوده اصلا بالمخطوطات، زي مثلا قصه المراه الزانيه. مثلا قصه المراه الزانيه، من كان منكم بلا خطيه فليرجم هاولا بحجر، مثلا مش موجوده بالمخطوطات هاي. فيش موجوده؟ الذين يشهدون في السماء ثلاثه، مش موجوده في المخطوطات قبل القرن ال15. نصوص كثير عندك فيها مشاكل يعني، مش موجودة بالمخطوطات بس تحطينها بالكتاب، فأنا مش عارف أنت أي مخطوطات بتحكي. بعض من المعلومة إنه ما فيش مخطوطين شبه بعض يعني بالكتاب المقدس يعني. وفي كمان مخطوطات زي مخطوطات قمران مثلا، في أصفار كاملة مش موجودة اليوم بالكتاب المقدس الحالي يعني، ما هو في القصص كمان. فأنا ما بعرف يعني إن أي مخطوطات بتحكي يعني بالضبط اللي مش شبه بعض. أنا بالنسبة لي داشي أنا صراحة عن اللي متأكد من عنده متعلم وسأل عنه اللي هو كالآتي: المخطوطات نعم موجودة،
موجودة ومطابقة للي هي موجودة عندنا. إذا المخطوطات اللي تحكي عليها حضرتك أنا صراحة ما سامع بيها، كي أكون صريح مع حضرتك. أنا المخطوطات اللي أنت تحكي بيها أنا ما سامع بيها، كي أكون صريح مع حضرتك. والله ما بعرف، انا بسلم قصص معروفة يعني، عند واحد بقرا نقد النصي يعني معروف القصة يعني، اصلا حتى لما جيل الرابع يعني مش منسوب نسبة، بس انا مش متأكدين من اللي عن جد موجوده ولا لا. بعدين زي ما قلت انا عندك، انا جيل انت ثاني يعني، غال جيل الرابع الرسمية، عندك جيل توما، غاب بارنابا، بارنابا انسى كاتبه مسلم، بس الثاني كاتبهم مسلمين. عندك زي ما قلنا جيل بارنابا، عندك جيل شو كان اسمه هذا الثاني، انجيل يهوذا كمان، هذا انجيل غنوصي، عندك انجيل المجدلية نفسها، ففي جيل ثاني يعني، في انجيل بطرس، في كثير جيل يعني، كل واحد بعطى قصة ثانية عن يسوع يعني، وبعطى تفاصيل ثانية، وبعض الكنائس فعلا قبلت بأي لنا جيل. عندك لحد هسه في كمان عندك صفة عزة الثاني، اعتقد انه مش موجود بالكنائس الرسمية عزة الثاني، بس إنه موجود عند بعض الكنائس الحبشية أعتقد يعني، كمان موجود بيأمنوا فيه، وبيحكي عن تأليه عزة الكاهن اللي هو بيسموه المسلمين العزيرة مثلا. فلا مش ساكت، مش صح بصراحة يعني، عند بدك تكون مدقق بهالمواضيع يعني. أنا بالنسبة لحضرتك أنا صراحة أنا إنسان اللي هو واضح. أنا يعني صراحة ما سامع عن القصص اللي حضرتك تحكي بيها، أو عفوا عن المخطوطات، فأنا أشوفن وأبحث وإن شاء الله إنه غير مقابلة. وتشرفت بحضرتك أخ شادي، حياك الله. وأخ شادي أنا طبعا لي حساب على انستغرام اسمه ذا ريل هيستوري، يمكن حضرتك حضرته لأنه حضرت أني كل يوم. أي ف وكان يعني ما بي هو المتابعين، فإذا تقدر أشيل حظر بعد إذنك ماشي، ما خلص البث بشوف. إن شاء الله. مشكور معلش. أخوي حبيب الغالي، إن شاء الله. تحت المناظر زيد موضوع الطلاق عامة. اوكي طيب، خلينا نشوف. هو انا في عم بحب يطلع على التيك توك، ولا ندخل ناس من يوتيوب؟ يوتيوب المشكلة مش هتسمعوا صوتهم يعني. طيب الاخ يوسف دواد يطلع، تفضل استاذ يوسف. انت سلام عندي ومحمد. ماك؟ كان عندي النت ضعيف ورجعت قويت الشبكة فصلتها. بالنسبة للكلام حكى كلام خطير جدا، لما إنسان مسيحي يتكلم يقول إنه الكنيسة قاتلت الفرق الثانية، فهذا هذا هذا هيك عيب على الكنيسة، وهي نقطة سوداء صارت بتاريخ الكنيسة. لا يفكر إنه هاي شغلة جاء حسني، يعني ما بصير شخص مسيحي لو الكنيسة غلطت وقاتلت المسيحيين لازم يستنكر هاي الشغلة، ما بصير إنه يعتبرها نقطة فخر إنه الكنيسة تروح تقاتل جماعة خالفوها. فهاي مشكلة بالمجتمع اللي هو المتطرف، يعني الإنسان لازم بصيرش يكون عنده فكر متطرف نهائيا. أنا هلا لو بلاقي واحد بعبد عشرة آلهة واحتش فيها، أنا بس أكثر شغلة ممكن أنكر عليه، أما ما تروح تقاتله. فلما حكى إنه الكنيسة قاتلت اللي خالفوا الرأي تاعها، لا يجوز هذا الحكي، هذا حكي يعني غير مقبول في المجتمعات الإنسانية. فانه كلامه انه لا اله واحد، لا يا اخي مش اله واحد. الرب يسوع المسيح لما حكى لما صعد قال ساصعد عند ابي واجلس بجانب العرش جنبه. كيف بده يجلس هو اله واحد؟ يفهموا يعني الانسان يعني جاي بده خلص عنزه ولو طارت زي ما بقول مثلا عندكم بجوز تسمعها، يعني يا اخي مش اله واحد يا اخي. ما يحكي الانسان خلص ببغاء، داخليا هو عارف الحقيقه وداخليا مبين بالاناجيل انه الاب يختلف عن الابن، هذا اله وهذا اله، هذا له صفات خاصه معينه وهذا له صفات خاصه معينه وكذا. يعني كيف يعني هو نفسه يفهمها؟ حتى نعم حق الروح القدس كمان إله، عبارة عن إله. لما هي طلعت وحكت في السماء قالت هذا هو ابني الوحيد الذي به سررت. الحكى مش الآب، الحكى الروح القدس لما نزلت على كتف يوحنا المعمدان. ف أو
هيك او لا على كتف السيد المسيح، مش عارف انا، مو مش متاكد، ولكن انه الانسان في نصوص صريحه، نفس ما انت تفضلت اخي، في نص صريح حكى المسيح انه الهنا واحد لبني اسرائيل. احتمال كانت هاي نوع من انواع، انا اعتقادي تفسيري مش تفسير، انه يكون بده يجامل فيهم، يا اخي الهنا مش واحد، الهنا واله اليهود واله المسلمين مش اله نفس الاله، مختلف. خلينا نكون واقعيين، الانسان ما دائما يجي يقول لك الاب هو إله بيختلف عن، لا يا أخي، الآب إله والابن إله والروح القدس إله، خلينا نكون واقعيين. مو حكاها المسيح، كيف بده يجلس مع الآب جنبه؟ طب هو إله، ما في داعي يجلس جنبه، ما هو الإله لازم يزيحه للآب، أو إنه هو نفسه يكون الآب. هو بيختلف عن الآب، الابن يختلف عن الآب، والآب يختلف عن الروح القدس. فالمفهوم يا اخي، احنا ما بدنا نقعد نرقع زي بعض الاديان بترقع علشان لا، انت اعطي الحقيقه لدينك وحر، او لايمانك بدناش اقول لي لا، وحر، اللي بده يدخل يدخل، ما بده خلص هذا الايمان بغرفتك خليه، ما تقعد انت ترقع مع الناس وكذا عشان اجامل مين؟ عشان اجامل مثلا المسلم انه الهي واحد، لا يا اخي الهي مش واحد، يا اخي مش الهي واحد، هاي الحقيقه. بدك تقتلني هلا قتلني، من اصلا بدون هذا الحكي صرنا 1400 بنقولكم اله واحد، وانت بتقول لا عنا كفار ومشركين. لا يا اخي، عندنا ثلاث الهات، واحنا مش واحكي عنا، يعني هلا لما نقول له اله واحد راح يقول عنا ممتاز وانتم ممتازين وراح يحبنا، وراح يضل يشتمنا، راح يضل طول الوقت يشتم، راح يضل دائما سوره الفاتحه يقراها كل صلاه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير مش راح يغيرها. فانت دائما احكي الحقيقه، الشخص دائما يحكي الحقيقه، ما يقعد يرقع بايمانه عشان مين؟ انت احكي الحقيقه، انت اقرا الانجيل مظبوط وكذا. بديش انا كل الاربعه بس اللي هي معترف فيهم، بس بدناش غيرهم، ورساله بولس، وبدناش حتى مستوى هاي الرؤيه يوحنا، لانه ما فيها، يعني ما بدنا اياها. خلينا نقول مثلا الانجيل الاربعه فقط، انسى رسائل بولس، اقرا، ما بتوحي لك انه اله واحد يا اخي، ما بتوحي لك. انت قريت، انت اخ سمعت انك قريت الانجيل، كل نص بالانجيل بوحي لك انه في عده، انه في عندك الاب والابن والروح القدس، الاب والابن والروح القدس. فاحنا فانه يعتبرها انه حسنه انه الكنيسه قامت بقتل المخالفين لها، هاي 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 عار، ختم عار في جبين الكنيسه، ما بصير يعتبرها حسنه ويفتخر فيها، يعني ما بصير يفتخر فيها الانسان، خلاص انت شو بدك فيها؟ فانه نيجي احنا عشان جامل مين؟ عشان جامل المسلم نقول له الهنا واحد؟ لا يا اخي، يعني قلنا له الهنا واحد، بكره بده يجي يبوسنا وما ياخذ منا الجزيه مثلا، اذا صارت اقيمت دوله اسلاميه، لا، راح ياخذ منك الجزيه وراح يقاتلك وراح يسبي نسائك غصبا عنك، لو ايش ما كان. فانت احكي، اعترف، احنا ثلاث الهه، من مين بدنا نخاف؟ ليش تخاف؟ الحياه تغيرت. انت اقرا الثلاث الاربع اناجيل اقراها، انا بتاكد اي شخص الاربع اناجيل ما بوحي له انه في اله واحد، ما بوحي له. فهي الفكره اللي بدي احكيها مش اكثر، اما ان اصير انا ارقع، مستعد اعمل لك ارقع لك اياه، اعمل لك اياه نص اله، انا مستعد اعمل لك انه في نص اله اقل. اخي يوسف بس حضرتك انت تابع لاي كنيسه؟ ما بدي احكي، انا من فلسطين او بالاردن، بتقدر تقول انا كثير بعيش بالاردن، عندنا شقه بالاردن، بعيش بالاردن، ولكن اصلا من فلسطين، يعني اي انا ممكن اطلع، انا ممكن اروح قداس على 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 كنيسه ارثوذكسيه، ممكن اروح قداس على كنيسه كاثوليكيه، ممكن اروح قداس على كنيسه ارمنيه، ممكن اروح قداس على كنيسه سريانيه، عادي بروح يوم الاحد على اللي بدي اياها. انا بامن بالاربع اناجيل والمكتوب بالاربع اناجيل والنص الصحيح، انا الاساس بقول عني ارثوذكسي طبعا، بس انا بحترم وبحب كل البوذي بحبه. ليش انا عادي؟ انا عندي بيت غرفه، وعندي يوم الاحد بروح على القداس عشان هيك، يوم الاحد عشان اكمل بقيه هاي غرفه. اما خارج هاي الامور، انا ما بطلع على هاي الشغله خارج الامور. انا قريت الكتاب، قريت الكتاب، تفضل. مسيحي، شنو قانون الايمان المسيحي؟ ايه بديش احكي لك، وبديش احكي لك الصلاه، يعني ايش جاي تفحصني؟ احكي لك الصلاه هاي الصلاه السماويه، ما بحكي انا مش جاي هون عشان واحد يفحصني قانون الايمان المسيحي اللي هو اله ضابط واحد للكون، عارفها هاي حفظها، بس ما بدي احكيها، وما بدي حد يفحصني ايش هي الصلاه السماويه او الصلاه اللاهوتيه، او ما 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 انا ما حد يجي، انا مش قاعد المدرسه حد يجي يفحصني، زي اجي على مسلم تقول له اقرا
اقرا الفاتحه او اقرا الفاتحه او اقرا سوره ما اعرفش ايش سوره احنا قريب نتكلم عنك اخي يوسف. اي هذا القانون، هذا القانون هم وضعوه، ولكن بالانجيل، بالانجيل عندنا ثلاث الهات يا اخي الكريم، وبدنا نحترم الثلاثه. والاب الرب يسوع المسيح لما صعد الى السماء جلس جانب الاب، هذا دليل انه جلس جانبه، انه في اله، اله اب واله ابن، هاي هي بالانجيل. اما القانون وضعته الكنيسه، ما وضعه، ما مش موضوع بالانجيل للعلم، قانون الايمان المسيحي موضوع وضعته الكنيسه اللي هم من زي ما بيقولوا المجمع الكنسي. او اخي يوسف حلا للجدال، طلع تفسير هاي الايه اللي صار لك ساعتين انت تحكي بيها. ايه طلع التفسير مال هاي الايه واقرا قدام الجميع. شو معيش الانجيل، شو بدي افسر فيها؟ لما صعد بمعنى لما الرب يسوع المسيح صعد الى السماء جلس بجانب الاب، ايش بدي افسر فيها؟ يعني شو شو بدك تفسر فيها؟ يعني جلس بجانب ايش؟ يعني بجانب بجانب شبحه يعني نحكي؟ يعني شغل شو بدك تفسر فيها؟ يعني شو افسر فيها؟ مين فسرها؟ شو زي واحد يفسر لي فلان قعد جنب ابوه، ايش بدي افسر فيها؟ مثلا سليمان قعد بجانب اباه، بجانب اباه، شو بدي افسر لك فيها يعني تفسير؟ ايش بدي اجيب لك يعني معجم، قاموس معجم اصير افسر فيها؟ مبينه جلس بجانب الاب، جلس بجانب الاب هو الاله، الاله هو الاب، والابن هو اله، والروح القدس اله، وكل واحد له درجه معينه من من شو شو ما بريحك انت كمسيحي بتتب امشي معه. لحظه يوم بكون مرتاح مع الاب بمشي مع الاب، يوم بكون مرتاح مع الابن بمشي مع الابن، يوم بكون مرتاح مع الروح القدس بمشي مع الروح القدس. هاي اللي الفكره، يعني شو بدي افسر يعني؟ ايش افسر منطقيا؟ منطقيا انت فسر لي منطقيا. حتى شهودي هو ما سمعتهم يحكون هيك اللي هم غير مسيحيين. يا اخي انا انسان عندي عقل، انا انسان عندي عقل، وقرات الاناجيل الاربعه واستنتجت، مش استنتجت، اي مخلوق بيقرا الاناجيل الاربعه بيستنتج انه في في اب وابن وروح قدس، كل واحد فيهم آلهة. يا اخي ليش ليش احنا نستعر من هاي الشغله؟ ليش انا مسيحي استعر؟ عشان ايش؟ علشان شو السبب؟ عشان سبب عشان يرضى علي المسلم يعني؟ عشان المسلم يرضى عني؟ اقول انا اله واحد يا اخي؟ يا اخي زين مبين واضحه. زين بابا نقول، قول مثلا انه انا انسان شرير. اخ شادي انت حضرتك تعرف الحروب الصليبيه صح؟ اه. وتعرف القوه اللي وصلت لها الكناس في ذلك الوقت؟ يعني احنا لو خايفين من الايمان مالتنا كان قلنا كلام الاخ، احنا لا نخاف من قبل لا هسه ولا بعد الف سنه. لا زين انا اتحداك تاتيني بكلام. لا احنا خفنا، احنا خفنا وجبنا لما اجى عمر بن الخطاب. يا اخي اسان اريدك تجيب لي ايه واحده في الكتاب المقدس تقول بانه احنا نعبد اكثر من اله. كلامي واضح يا اخي، ما في عباده عندنا، احنا المسيحيه ما عندنا عباده يا اخي، احنا الرب يسوع المسيح نزل برساله الخلاص، ما نزل عشان عباده، احنا ما عندنا عباده، احنا مش عبيد، احنا علاقه محبه مع الله، احنا ما في عندنا عبوديه. ليش دركوا تكرروا نفس الكلام؟ هذا الكلام اسلامي انت بتكرر فيه. ما قريت رسالة، زين انت ما قريت رسالة بولس؟ ما زين بدي اسالك، وانتم كم اله عندكم؟ وانتم كم اله بتعبدوا؟ واحد. سمعني كم اله بتعبدوا؟ طيب بس بدي اسالك، هسه هم ظلوا الثلاثة واحد ولا مع بعض؟ ولا واحد يعني الثلاثة واحد؟ اخي ممكن ينفصلوا ولا لا؟ شنو ينفصلوا؟ ممكن ينفصلوا ولا لا؟ يعني ينفصلوا يكونوا مثلا كل واحد بمكان. يعني مش هو حكى المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا إلي إلي لماذا شبقتني؟ بسأل يعني. أصلا هاي بالعكس، أصلا بالعكس حضرتك، هاي نبوة. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أي هاي نبوة، روح أقرأ المزامير. واللي هي بعرف انا موجوده بزمان داود، مش هذا السؤال، بسالك سؤال. قال هو مش قال هيك هسه؟ هو كان واحد ولا كان اثنين؟ يعني واحد بالسماء هو مع مين بيحكي يعني مثلا؟ هو هنا كان يريد يحقق النبوه، والتفاصيل كنا نقول بهذا الكلام. يعني ما كان، يعني ما كان بيقدر يقول نص ثاني بالعهد القديم ويكتب نص ثاني غير هذا النص المحير مثلا؟ لا هذا مو محير ولا شيء،
لو على حسب كلام حضرتك لا محيا كم إله إله يفسروا إلا كم الله. اتفقوا واحد كلهم؟ قال العهد الجديد، واحد مسك العهد الجديد مثلا وقال إيش حيفهم منه هذا النص؟ ما بيعرف إيش عن العهد القديم. أول شيء الكنيسة ما ب... يا الثاني يا صديقي ما بقول لك شو الكنيسة بتحكي. واحد عادي مسك الكتاب وفتح الصفحة قرأ الكلام، شو حيفهم منه؟ ما له دخل بالكنيسة. هو مو المفروض، لأنه هو مثل السيد المسيح، ليش لا سوى كنيسة؟ خاما ينزل لنا بس الكتاب وهذا، هاي روح اقروا. هو غير اكو كنيسة، غير اكو ناس مفسرين، غير اكو فد نية معينة من إنشاء الكنيسة لو هي بس، خاما نعطيك الكتاب وانت روح اقرا ببيتكم. ما جاوبتني انت، ما جاوبتني على السؤال. انا هسه لما اروح على اي كنيسه في الارض دائما بيعطوني العهد الجديد، تمام؟ هذا على فكره انا اخذته من الاخ رشيد هذا الكتاب، انا اخذته من قناه الحياه، حلو؟ هسه انا شخصيا لما قالت العهد الجديد اول شغله لما شفت النص قالت احكي مع مين بيحكي المسيح؟ فانا بسالك يعني هسه اي واحد حيفتح الكتاب بدون ما يروح على الكنيسه ولا تفسير ولا شيء، ايش حيفهم منه؟ المفروض هو مو فيه من روح القدس الكتاب هذا. يا سيدي الكريم، ولما حكى الآب قال هذا هو ابن الوحيد الذي به سررت، هذا هو أنا لسه ابن بقول الوحيد النص الذي به سررت. الغياب، بفهم الغياب هذا. يعني ايش بدك تفسرها؟ تفسرها انه هذا ابنه الوحيد من صرش او كذا، واضحة ما بدها نص. هذا هو ابن الوحيد الذي به سررت، معناته الآب هو الله، قصدي الآب، وفي ابن هو ابن الله. الابن طبعا ابنه مش بالنكاح ومن النكاح، لا ما حد يفهم هاي النقطة، هاي الفكر. ابن وحيد، احنا كلنا ابناء الله، ولكن هذا ابن الله الخاص الوحيد اللي هو عنده قوة الالوهية. الرب يسوع المسيح عنده قوة الوهية الثانية اللي بعد الاب، والروح القدس اللي هي الثالثة، هذه معروفة يعني فيها. زين هذا هو ابن زين، ما الوحيد الذي تعرف به شو سررت. هو النص؟ فسر لي اياها لحظة، خليه فسر لي شو يعني هذا هو ابن الوحيد الذي به سررت. تفضل اخي، قل لي انه هذا كيف اله بقول عن اله ثاني. نعم ابنه، معناته مختلفين مش يا اخي، قصة يا إله، اخي لا تقول لي نفس القصة واحد. القصة استنى شوي يا أستاذ يوسف، أستاذ يوسف أنت كثير متحمس. مش هيك القصة؟ هسه هو واحد ولا ثلاثة؟ يعني هسه حتى لما قال القصة أنا ذكرتها، بكون المسيح يتعمد وبكون نازل على روح القدس بشكل حمامي على كتفه، وبيجي صوت من السماء بيقول له هذا ابن الحبيب. انا شايف ثلاثه مش شايف واحد هنا، يعني كل واحد بجهه كمان. بعدين في نص بالانجيل انا بتذكر بيقول انه الجسد بحل كل ملء اللاهوت، يعني فانا هون شايفهم مش حالين بان، شايف كل واحد بجهه انا شايف يعني. فالموضوع بصراحه محيه بصراحه، يعني مش عارف انتوا كيف فاهمينها اصلا، مع احترامي يعني. يا أخي إحنا أخ شاد، توضيحا للنقاش على مود نوصل في نقطة معينة. الله سبحانه وتعالى غير محدود، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا الشيء أنا متفقين بيه كانوا. فإحنا لا إذا أردنا محدود، أنه العقل بس حد الجسم، بس حد الجسم يسوع المسيح، الجسد لا جسد حضرتك، لا حضرتك، لا 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 احتواه. لا 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 لا. أنت شو ظاهر مكان حضرتك ما الجسد؟ قارئ عن الناسوت. شو الجسد؟ لا أنت لا أنت حضرتك ما قرأت عن الناسوت واللاهوت. الجسد والجسد اللاهوت اتحد باللاهوت بالناسوت من دون اختلاف. بالطبيعة بس الإلهية. دقيقة بعد إذنك، بس دقيقة بعد إذنك. اللاهوت اتحد بالناسوت من دون امتزاج ولا خلط. أي فأول شيء أعطيني النص سيدي، من الكتاب، أعطيني إياه. شنو نعطيك هذا النص؟ ما امتزاج بعرف ليش بدون بنزعج، تصريح. النص ليش أعطيني. المسيح، ليش المسيحي فاهمك، بنزعج المفروض لما تعطيني النص زي ما هو. ليش بنزعج المسيحي لما تقول له الآب الله إله والابن إله والروح القدس إله؟ شو اللي بيزعج في الموضوع؟ يعني ليش المسيحي بنزعج من هاي الكلمة؟ ليش بده غصب عن الإنجيل وغصب عن المسيح بده يلزقهم ببعض ويحولهم واحد؟ يا أخي ما بتحولوا واحد، شو ما حاولت انك ترقع فيهم ما بتحولوا واحد. يا اخي خلينا نكون واقعيين، خلينا نكون احنا شجعان، نقف كيف نقف عادي بدون خوف انه عشان نرضي اليهود ونرضي المسلم. انا ما بمنع ارضي المسلم، هو حر يامن بده اياه، انا ما دخلني فيه. لو هلا في مسلمين بيحكوا انه علي الله، طب انا بالنسبه لي ما بضايقني هذا الحكي، ما بضايقني يا اخي ما بضايقني. اذا هو معتقد هاي الشغله ما بصير اتضايق انا.
في مسلمين انا بجيب لك اسمهم العلويين بقولوا انه علي الامام علي هو الله، عادي عادي. ليش اتضايق انا؟ هذا ايمانه هيك. فليش المسلمين كمان بتضايقوا منهم للعلويين بدهم يقتلوهم يعدموهم؟ يا اخي شو انت خلينا نكون يعني، هلا بتيجي للعلوي بتقول له بصير يرقع لك اياها، لا علي كذا علي كذا بصير يرقع لك اياها انه ايش؟ عشان يبين انه علي مش الله، لا يا اخي علي الله خلص وعادي وكون مرتاح، كون مرتاح. فاللي بقول لك انه انا 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 بحترم الهك اذا بتعمله واحد، لا يا اخي هو مش راح يحترمه، لو عمله نص واحد مش راح يحترمه، لو عمله ربع واحد مش راح يحترمه. زي الهندوسي ما حد بيحترم البقره قاعد، اللي بقول لك احنا بنحترم جميع. مين بيحترم البقره؟ اخي مين بيحترم البقره؟ احنا بناكلها قاعدين. تفضل تفضل. الكتاب المقدس من تلزمه بيبس عهد جديد لو بعهد جديد وعهد قديم؟ في بصراحة في عهد جديد وعهد قديم، ورب يسوع المسيح حكى لأنه هذا عهد الناموس وهذا عهد النعمة. العهد القديم في أحداث إجرامية مخيفة أنا بستنكرها، وأنا عندي الشجاعة أطلع وأستنكر هاي الأعمال الإجرامية تاعت عماليق ومعماليق، والقتل الثاني تاع السامة هاي القتل وكذا. فأحكي لك أنا بصراحة، أنا كإنسان إذا ما استنكرت هاي الأعمال الإجرامية أنا إنسان منافق، أنا إنسان مجرم زيهم. العهد القديم أنا بستنكر الأعمال الإجرامية اللي قاموا فيها بالفترة الزمنية اللي هي أبادوا عملوا أعتى الجرائم، فأنا بستنكرها يا أخي، أنا بستنكرها عادي بطلع. أنا 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 مش مستعد أروح أطلع أرقع زي المسلم، أطلع أرقع وأقول لا قاتلوا الذين لا يؤمنون، لا قاتلوا يعني أقتلوا، وأصير أفسر تفسيرات غلط. لا أنا بستنكر وأكون شجاع وقوي وبستنكر أنا العهد القديم الآيات الإجرامية، أنا بستنكرها وبستنكرها وبعتبرها أنا بتبرى منها، أنا بريء من هذا النص المكتوب بالعهد القديم، وعادي بحكيها بكل شجاعة. أنا مش مستعد أنافق، أجي أصير أبرر أخي يوسف بس تسمح، وأصير أعمل الجريمة قتل الأطفال وقتل الحيوانات وقتل الأولاد وقتل النساء، أصير ألزقها تلزيق عشان أجمل العهد القديم. لا عمره ما يتجمل يا أخي، إلا كيف بدنا نصير ناس إنسانيين؟ كيف بده يرضى عنك المسيح كنت إنسان؟ كيف إلهك بترضى أنه يكون إلهك دموي يا أخي؟ كيف ترضى أن الرب يسوع المسيح يكون دموي؟ كيف ترضى على هاي الشغلة؟ كيف ترضاها؟ العهد القديم أنا بتبرأ منه. تفضل. حلو. أول شيء الأخ يوسف قال إنه الإله هذا إله دموي وإله أنا ما بعترف به. أنا ما في صوت، بدي أنزل وأطلع، الصوت عندي انقطع، مش سامع إشي أنا. تمام. سامع صوتي أخ شادي؟ صوتي كان مسموع؟ سامع. مسموع. أخ شادي، أول مسألة أنا وياك نتفق فيها على اعتقادي. تكتت بس ما بعرف، خلينا أنزل وأطلع، أنزل وأطلع مرة تانية. أخ شادي تسمعني؟ سامعك. أخ شادي، هل الله في كل فعل يفعله له حكمة أو لا؟ مفروض حسب نوعية الإله، في آلهة زي الآلهة الهندوسية ما عندهاش حكمة، زي ما بقول الهندوس شيء مثلا ما عنده حكمة بكل شيء، بيضرب وبيعمل وبيسوي وبيعمل أخطاء، يعني مش شرط كله حكمة، حسب أي إله قصدك. المعذرة، أعتذر من عندك، صار عندي مشكلة. أي لا، أنا دا أحكي عن الإله الواحد الله سبحانه وتعالى عندما اللي هو إله أي دين؟ أي دين؟ هو ديننا، حدد الدين. ديننا إحنا الإسلام المسيحي يعني؟ لا، المسيحية. الإله من يفعل في المسألة، أي
الإله إحنا موجود عندنا كلية القدرة، كلية العلم، كلية الحكمة. الله سبحانه وتعالى من يفعل في المسألة ونحن نعترض عليها، نحن لسنا بكاملين ونحن لسنا بحكمة الله سبحانه وتعالى. عندما أجى الأخ واعترض على هذه إذا الإله المسألة، نفسه اعترف إنه عمل شغلة، إذا الإله نفسه مثلا اعترف إنه عمل شغلة غلط، عليك بصراحة حكيم؟ بس الإله مو لازم يخطئ. لا، إذا هو اعترف يعني إنه هو غلط، بصراحة حكيم؟ هذا هنا ما راح يكون إله حضرتك، لأنه الإله المفروض يكون طب كامل ما انت وكل يوم. عندك الاله بالعهد القديم، الاله بالعهد القديم قال ندمت اني جعلت شاول ملكا، وجود النص لما عمل شاول ملكا. لا لا، الاله موجود موجود المسيحيه طلع ببنده ما عندوش حكمه، سامحك. موجود حضرتك تقدر ما تطلع وجود النص التفسير. جيب لك اياه لا أنا أقول لك موجود، طلع التفسير مالته بعد سيدي، إذنك. جبنا لك النص، نص صحيح، ندمت اني جعلت لا شاول لا، أنا ملكا. دا أقول لك إن ندمت أنا دا أقول لك اني النص موجود، جعلت بس أقول لك ابحث عن التفسير ملكا. مالته. انت فسالية، انت تفسالية، تفضل. ثواني غبي وياي. موجود بصمام الاول، صمام الاول كأنه صاخ 15 عدد 11. بس صح، هذا بيشبه اللي انت بتسويه يعني هسه طبيعي، يعني اي واحد سواء كان مسلم ولا كان مسيحي طبيعي اللي يدافع عن كتابه، هيعمل يعني تفسارات مش منطقية الكلام، يعني بصراحة يعني سواء فسروا هيك ولا هيك يعني الكلام واضح يعني. أخشى رواية. معك النص الثاني، أول شيء أخشى دي هاي الصفات اللي هي مثلا فحزن الرب إنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فندم الرب على الشر الذي قاله. هاي الأشياء اللي موجودة كلها أشياء مجازية ليست بالمعنى الحرفي، والسيد المسيح عندما يتكلم يتكلم بالأمثال كي يفهم الشعب، ويكتب أو جعل الكلام كي يفهمه البشر. من هذا السفر اللي أنت تكلمت عليه حضرتك، هذا كلام الصح. يسوع لما كان يتكلم، يسوع لما يتكلم بالامثال بقول انا بحكي بالامثال، قاعد مثلا بقول قبلها بنص، زي مثلا النص اللي بقول لك الان هاتوا بهم الى هنا وضعهم قدامي، على ما اذكر فيه قبله بنص ولا بنصين بقول انه هذا مثل. فانت لما تقول لي مثلا انه هذا مثل وتفسر النص لازم تجيب لي دليل انه هذا مثل، مش تقول لي هذا مثل هيك، تجيب لي دليل انه مثل. وين قال بيسوع مثلا الاله بهذا النص انه مثل؟ او بالسفر نفسه مثلا، لما تجيب ليك من عندك تقول لي مثل، لا منيش انا وجهة نظرنا يعني. لا، هي مو مسألة وجهة نظر. احنا موجود عندنا اللي هو أي شيء يخرج عن لسان السيد المسيح، مثلا قال بأنه هو يتكلم، أنا موجود أكو فد نص موجود وواضح بأن السيد المسيح يتكلم بالأمثال كي يفهمه الناس بهذا المعنى. وإذا تحب أجيب لك النص أنا خادم، بس هسه أنا بالبداية نكمل هذا النص اللي أنت ما حضرتك بعرف جيت هو، استشكلت به عليه التلاميذ كمان سألوه، وتؤمرني أمر. استنى شوي، والتلاميذ كمان سألوه ليش أنت بتحكي بالألغاز مع اليهود، حكى لهم حتى يسمعوا ولا يفهموا. هو ما بعرف هذا الحكي، بس أنا سألتك سؤال واضح وصريح، يعني أنت بتقول في نص هذا النص مثل، شو الدليل من النص نفسه أنه هو مثل؟ لأنه يسوع نفسه لما كان يتكلم بالعهد الجديد أنه يحكي عن مثل كان يقول أنا بدي أحكي لكم مثل، أما هون مش مكتوب أنه مثل. انت بتحاول انك شفت انه في مشكلة النص تحاول تقول انه في مثل، بس هو مش مثل، لا النص واضح حضرتك، وصريح في الموضوع. أنا أعطيك في المثال أيضا. إحنا موجودة عندنا اللي هي في العهد القديم بشكل كامل بأن الله يقول قلبه النص ويده نفسه وما إلى ذلك، وكل هذه الأشياء هي أشياء مجازية وليست حرفية،
وحق أو مادية. هذه الأشياء كلها مجازية وموجودة. أنا صراحة بالنسبة للنص اللي أنت حضرتك يعني إذا تطلبني بأنه تعال ائتيني بنص، أنا صراحة ما أعرف كي لا أكون كاذب عليك، أسأل باكر وأجيك وتأمرني أمر. بس بالنسبة للعدد اللي استشكلت بي عليه حضرتك، نتيجة شاول قد خالف وصية الله وتعدى على دور الكهنة وقدم الذبيح مما أدى إلى خسارة مملكته، فرفض الله شاول كملك ولم يرفضه كإنسان عادي يمكن أن يخلص وينال الحياة الأبدية. فالندم هنا بما معنى أن الله سبحانه وتعالى غضب على شاول وليس بما معنى أن الله يندم، والعياذ بالله. أما بالنسبة إذا تريد تأتيك بنص واضح كانت هذا أنه غضب موقع سان تكلا اللي بتنقل منه كان نقل كانوا كتبوا أنه الله غضب يعني بالتاجة متعيتهم، ليش خطوها أنه ندم يعني؟ يعني حتى اللاد بصراحة مش مقنع هالقد يعني. لا هذا التفسير مالي مش هاي التاجة من المفروض النصوص غريب، مو التفسير نفسه مش منطقي لهالحكي. يقول لك هذا مش ندم هذا غضب، طب كان خلوا مثلا نص وهذا هكذا غضب الاله مثلا. انا بصراحه عندك مش مقنع بصراحه يعني، بقول لك انه هيك معناه كلام واضح جدا يعني، طب تقول لي لا مش هيك معناه، صراحه مش مقنع. والله قال بعض اللي في صراحة كمان نص ثاني بيحكي عن الندم يعني، كمان عندك بصفة الخوج مثلا إصحاح 32 عدد 14 مثلا بقول لك فندم أبو على الشاه الذي قال إنه يفعله بشعبه. فيعني هو عندك كثير نصوص بحكي عن الندم أصلا نص واحد يعني. فبغض النظر كمان غضب ولا ما غضب، اسمع أقول لك شغلة، حتى لو افترضنا إنه عن جد الحكي اللي أنت قلته والتفسير اللي قلته هذا باظه بدليل إن الله ما عنده حكمة، يعني هو مثلا ما بعرف بالمستقبل إنه شاول حيخالف كلامه؟ لا المفروض أكيد بعرف، طب ليش غضب عليه؟ طب ما أنت عارف إنه هيك حيعمل. يعني المفروض حتى موضوع الحكمة يعني بصراحة مضروبة بالموضوع هذا يعني، بصراحة أنا مش شايف إنه في رد عليه يعني، إذا إنك فاهمني يعني. اي ده تمريك على كل الأحوال يعني هيك من أول من قبل ما تبلش تشرح لي وقلت لك ما على موضوع الحكمة مش عارف يعني تعطينا رد منطقي عليها، ما بالك بباقي المواضيع والله. يعني. والله صراحة أخي يعني المشكلة يعني مو يعني أنا دارس المسيحية بس توني، لأنه أنا أصلي مو مسيحي، أنا دخلت المسيحية، فأكو بعض الأشياء يعني ما أعرف أجيب عليها، فأتمنى تلتمس العذر من الممكن أنه موجود مسيحيين يقدرون يجاوبوك في إجابة منطقية، أما أنا فجدا أعتذر من حضرتك لأن ما أعرف عادي أوصل الصحيح أو حتى شيء. انا نفسي، حتى انا نفسي ما بعرف كل شيء بديني، ما فيش حدا بعرف كل شيء يعني، عادي مش أي قصة يعني، ما مش لازم تكون انت عندك وانا عندي اجوبة على كل شيء، مش لازم يكون عندنا اجوبة على كل شيء بشكل عام يعني. فأني صراحة يعني أنا أتمنى الرب يباركك والرب يحفظك، أنت إنسان طيب وأنا متابعك، وإن شاء الله نشوف نور المسيح بإذن الله ان شاء الله يعني الحق بإذن الله. ليش لا مش الحمد لله، لكن انا وتشرفت حتى ما معرفة بقول حضرتك حياك الله حبيبي، الله يسلمك، مع السلامة.